معانا برضو استاذنا الدكتور محمد بيه خطاب عين شمس وسبيك اباوت ساجيتال اهلا بلان. وسهلا، اهلا وسهلا. الله يخلي سعادتك يا استاذنا. اولا مساء معلش الخير تعبنا واشكر. حضرتك يا دكتور طلعت دي، لا لا، معلش. انا تحت امرك، تحت امرك. اتفضل يا فندم، اتفضل يا فندم. بشكركم طاقم او طاقم هيئه التدريس كليه طب جامعه بنها قسم العظام على دعوتي على هذا الويبينار، لان انا اتكلم على البايو ميكانكس اوف ذا سباين اند لامبر سباين فيكسيشن. هو دكتور عماد مشكورا ذكر حاجات كتير من اللي انا كنت هقولها، فعشان كده I'll go through it very quickly ان شاء الله. صوره التنشن بريدج ده very important في البايوميكانكس بتاعت الهيومن بينج as well as of the spine، فدي هنستعملها كتير في الفتره اللي جايه. احنا هنتكلم عن function of the spine وبالتالي how it performs its function under physiologic loads. وده الديفينيشن بتاع الاستابيليتي بتاع كابانجي في السبعينات. ايه هو الاستابيليتي؟ اللي هو السباين كان بيرفورم اتس فانكشن اندر فيسيولوجيك لودز. لو اللودز ار ان فيسيولوجيك يبقى السباين هيفيل اند از جوينج تو سفر. زي ما الدكتور عماد بيه قال، عندنا السباين عباره عن سيرفايكال دورسال ولمبر وسيكرال، سي كيرف في السباين سيرفايكال، كيفوتيك في الدورسال ولوردوتيك في اللمبر، كيفوتيك تاني اجين في السيكرال. الفانكشن بتاعته البالانس ستابيليتي واللود بيرنج والفلكسبيليتي اند بروتكشن اوف ذا نيورال اليمنتس اول توجذر ورك تو provide سبحان الله يعني system light strong to perform its function. البالانس والاستابيليتي لو بنبص للمريض front and back اللي هو هنشوف in midline through the skull cervical spine lumbar dorsal lumbar and sacral are in one plane. السجيتال بلين through the ear, femoral heads and to the ankle. The normal balance او line of force transmission اللي بتحصل في الهيومن بينج. السباينال بايوميكانيك زي ما قلت بيعتمد، والدكتور عماد قال، على system of tension وفي integrity ما بين الانتير كولوم اللي هو البوديز والبوستير اليمنتس اللي هي تمثل باللامينا والسبانس بروسيس والليجمنتس اند ذا ماسلز اتاتش تو ات، زي التشين اللي احنا شايفينها هنا عندنا. دي التشين دي هي التنشن باند اللي بتدي ستابيليتي للسباينال كولوم. لو في امبالانس فبنشوف ان البلفس والشولدر they are not balanced زي في السكولوتيك ديفورمتي او في التيومرز او تروما او في الليمب انيكواليتي. في الساجيتال بلين اتس كيفوتيك ديفورمتي mainly اللي احنا are forced and we see it most common especially في الاولد ايج او في الانكيلوزنج سبونديلايتس. نتيجة ان ال force of body weight lies anterior to the hips there is a great strain على ال posterior tension band، وعشان كده العيان بيشتكي من back pain سواء dorsal او lumbar. ال anterior column stability this is a very important item we should memorize it and to have stable spine you have to have stable anterior column. If you lose this stability the posterior element cannot compromise or compensate for the failure that happened in the anterior column. ال failure بيحصل مع fracture او مع tumor او مع infection زي ما احنا عارفين.
البوستيرير تنشن باند اللي انا اتكلمت عليه وشبهته بالكيبل بريدج اللي احنا شايفينه، هو اللي شايل البريدج نفسه. التو بوست اللي احنا شايفينهم يمين وشمال الكوبري بالتنشن باند اللي موجود الكيبل الكيرفد ده مع البربنديكولر ستراندز هي اللي شايله البودي اوف ذا بريدج. كل ده از ابليكابل ان اور هيومن سباين. وزي ما قال الدكتور عماد بنشبه السباين بالكرين، كل ما اللود بقى فيردر اواي من الكولم كل ما اللودز او الفورسز acting on the spine are greater، لان ذراع القوه بتاعها طويل، وعندنا ذراع المقاومه اللي هو في التنشن باند سيستم قصير، فلازم العضلات تبقى قويه والليجمنتس تبقى قويه to compensate for the heavy weight anterior. وعشان كده اللي عندهم كرش البودي اوف لاين اوف ترانسميشن بودي ويت از far anterior. وعشان كده they suffer from back pain easily than thin or slim persons. زي ما احنا شايفين في الصورة دي كل ما ال center of gravity بيترحل لقدام كل ما ال force اللي بتأكت على posterior structures بتزيد، لأن ال liver arm بيزيد وبالتالي محصلة القوة في ال liver arm بتزيد واحنا fixed posterior. فلو العضلات is not strong enough posteriorly to compensate for this the spine will fail posteriorly. ونقدر نمثلها بطريقة حلوة ان احنا لو شايلين صينية وفردين ادنة مش هنقدر نشيلها بنفس السهولة الا زي ما نكون شايلينها فوق كتف. لو بنشوف في المطاعم الويتر بيحاول يقربها من center of his body ناحية الكتف، بعد كده لو حاول يمدها قدامه هيحس انه مش هيقدر يكمل اللف على الزباين زي ما بنشوف. فكل ما الويت قرب من البودي سنتر كل ما الفورسز اللي العضلات محتاجاها عشان تمنتين البالانس بتقل. وزي ما الدكتور جلال بيك قال في ان بتوع رفع الاثقال بيلبسوا الحزام العريض عشان يسبورت السباين من ورا ويمنتين ان انترا ابدومينال بريشر عالي تو سبورت ذا سباين عشان يلفت ال 200 كيلو و 300 كيلو الارقام الكبيره اللي احنا بنسمع عنها. في شويه حاجات نبقى لازم عارفينها، ان الفورس بتتقاس بالنيوتن، الستريس بالباسكال، الفريكونسي بالهرتز، المومنت بالنيوتن بير متر. دي ترمينولوجيز لازم نبقى عارفينها if we talk about the forces acting or biomechanics في الهيومن بينج سواء في joints او في السباين. نرجع تاني للحته اللي بحب استريس عليها الانتيرير كولوم سبورت. If you fail to restore the support created by the anterior column, your surgery is bound to fail, especially في حالات الكيفوتيك. أو في اللمبر كيرف, if you fail to restore the sagittal balance, would create a lordosis طبيعي. If you create a flat spine, then you lose a great amount of support to the spine, وبالتالي failure will take place. الجزء اللي زي ما الدكتور عماد قال الانتيرير بارت بيشيل 80%، البوستيرير بارت بيشيل 20%. How does it move the spine? I mean في عندنا الفانكشنال يونت اللي قال عليها الدكتور عماد، one body above and one body below, the disc in between the ligaments and the muscles. This is the functional unit. اللي هي we can apply all the stresses and the forces and we study the spine through it. Normal healthy spine, there's flexion, extension, side bending to the right or to the left, rotation to the left, rotation to the right
or combination of any of these movements. في حاجة مهمة اتقالت في السبعينات اللي هي الكابلينج ميكانيزم. الكابلينج مع أي movement in one direction is associated with the movement in another direction. وعشان كده في السكوليوزيز if you أو في النورمال سباين السكوليوزيز generally if you bend forward اللي هو الفور بندنج تيست اللي احنا بنعمله في الأطفال الديفورمتي بتزيد والروتيشن بيزيد والريب هام بيزيد. ده نتيجة وجود الكابلينج في السباين. If you flex the spine, you get rotation with it. ايه هي الفورسز applied؟ If we apply force between the two adjacent bodies, the tension or distraction. Low force from top to bottom, the compression. Low rotatory force, the بنسميها torsion. Low side to side, احنا بنسميها shear. Or bending, low بنعمل flexion. بيبقى a combination من tension وصير we vertical loading anterior. الكابلينج زي ما انا قلت movement in one direction مع rotation in another direction. الكومبوننتس اللي بتساهم في هذه الحركات the vertebral body itself, the ligaments, the muscles, the facet joints, its orientation is very important. وعشان كده في orientation يخلينا نعمل rotation أكتر وفي orientation يخلينا نعمل flexion extension أكتر وفي orientation يبلوك movement in one direction ويسمح بيها in another direction. زي ما دكتور برضو عماد قال عندنا motion segments في ligaments في facet joints في disc space في عندنا actuators الحاجات اللي هي بتزود او بتسهل او بتنشيت الحركه اللي هي زي المسلز في ليفرز اللي هي بترتكز عليها عشان بقيه الحركه تتم زي البوديز والبوني بارت البيفوت اللي هو السنتر اوف اكشن او روتيشن زي الفاسيت جوينتس والديسك والريسترينتس اللي هي حاجات ما بتطولش وبتقصر اللي هي عكس المسلز يعني اللي هي الليجنز فدي الستريننج فاكتورز اللي بتمنع الاكسس موشن انها تحصل ولو حصل فيلير فيها بيحصل فيلير في الاذر كومبوننتس بتاعت السباين برضو زي ما عماد بيه قال الديسك شوك ابزوربر بول بيرنج موشن انتيريور بوستيريور بيتعرض للضغوط وهيدروليك فبيستحمل ضغوط اعلى من الصلد. البوستيريور ماسل جروب اتس ذا تنشن بارت بتاع السباين ولو they are very weak the anterior column will fail. المسلز احنا عارفين ان if you strip the muscle or you cut the muscle you lose power وعشان كده we prefer the mini incisions muscle splitting incisions احسن من cutting incisions. الحاجة الثانية المهمة الفاشيا. الفاشيا surrounding the muscles are very important to maintain the force created by the muscle in one direction. فit contains زي الكاوتش الخارجي بتاع العربية والتيوب الداخلية. التيوب الداخلية طرية تملاها هواء لو ما فيش اللي بره هتنفخ ملهاش حدود لحد ما تفرقع. الخارجي بيحافظ على التنشن جوه وبالتالي الفورس تبقى in a longitudinal direction. الجنكشنال زونز اللي احنا بنتكلم عليها في السباين اللي هي نقط التحول من لوردوزز لكيفوزز والعكس زي سيرفايكو دورسال جنكشن او ثراكو لامبر جنكشن او سيكرو اللامبو سيكرال
junction, where the forces are great and maximized in this area. فلو في force flexion, the weak point هتبقى الجنكشن ما بين الدورسال واللمبر area. لو في هايبر اكستنشن هتبقى اللامبو سيكرال جنكشن وهكذا. الفورسز versus اللوكيشن. لو الانتيرير كولم والفورس از ديستراكشن بتدينا مور لوردوزز. لو احنا جينا من anterior spine وحطينا distraction force هيكرييت more lordosis. لو بنحط anterior system في السباين. فإف يو ونت تو كرييت lordosis يبقى في اللمبر سباين اشتغل anterior احسن. لو اشتغلت على البوستيرير كولم او posterior instrumentation يبقى هيديك more kyphosis بتقفل من قدام. نيجي على الكومبريشن. لو انت بتكمبرس الانتيرير كولم يو كرييت مور كايفوزز لانك يو شورتن ذا انتيرير كولم. اون ذا باك اف يو ار يوزينج بوستيرير سيستم ان ذا لامبر سباين اف يو ابلاي كومبريشن يو كرييت مور لوردوزز. الحتتين دول لازم نبقى فاهمينها عشان اف يو ار كوركتنج ساجيتال ديفورمتي كايفوتيك اور لوردوتيك او سكوليوتيك. امتى تعمل ديستراكشن في حته وامتى تعمل كومبريشن في حته to create and gain a balanced spine once again. load sharing versus load bearing constructs. انا هتكلم دلوقتي على الامبلانتس اللي احنا بنستخدمها to deal with the various deformities of unstable spine. If we use load sharing, the results بتاعتنا ما تبقاش as good as load bearing. لكن في load sharing, the fusion area بتبقى أكبر وأقوى زي هارينجتون رود بتاع زمان. If we use load bearing, it causes stress shielding زي الانترامدولري versus lateral plate fixation في long bones. It is almost the same. We should bear in mind which of which we are using and what is our aim. الدياجرام ده بيبين لنا load sharing versus load bearing. Anterior column support يبقى انت بتتكلم على load sharing. غير load bearing لو انت بتستخدم posterior construct فاللود هتنزل من السباين او الفرتبرا above then through the pedicle screws back then through the posterior plate or rod back to the screw then back again into the body. غير لما انت تستخدم load sharing بانك تحط كيج من قدام. التنشن زي الكانت ليفر افكت اللي احنا بنتكلم عليه في الحاله اللي هي على الشمال زي ما احنا شايفين هنا. انت عاوز المنطقه اللي دي تلحم عشان ده يشتغل. الاسهل انك تلحم الحته دي فبيبقى عندك اللودز تنزل من فوق لتحت continuous والبوستير فيكسيشن اللي انت بتحطه او الانتير ار ستابلايزرز سيلف فيوجن تيكس بليس. So the best is anterior interbody fusion with or without anterior or posterior instrumentation. دي الرسمه اللي احنا او الدياجرام اللي احنا بنستعمله عشان نقيس الاماونت اوف لود شيرنج كونستراكتس اللي احنا بنستخدمها. لو انت شلت البودي من قدام واعتمدت على هذا الكونستراكت حتى لو عملت فيوجن جامد قوي من ورا it is bound to fail والمسامير بتاعتنا هتتكسر.
سواء عند الجنكشن دي هنا او العمود نفسه يتكسر somewhere. كل الكونستراكت ده بيشيل حوالي 100% of the load applied to it. If you apply anterior load sharing device زي البايرا ميش اللي احنا شايفينه او بون جرافت, ف it is 2/3 anterior and 1/3 posterior. لو المسمار بتاعك وصل زي ما احنا شايفين حيث الانتيرير لود شيرنج ديفايس بقى ده بقى سكتي تلتين والتلت تلتين قدام وتلت ورا, هيبقى 80% قدام و20% ورا, which is the normal physiologic loads على السباين. سلايد رائع يا دكتور طلعت. فندم؟ سلايد رائع. أبعته لك حاضر. لا بيبين لك إن طول المسمار مهم, وفي سلايد بعد كده إن منطقة البادك فرق بين لو مسكت البادك لوحده صارت شورت أوف ذا أنتيرير كولوم الفروق مش كبيرة. مسكت الأنتيرير كولوم الفرق بيزيد. أو الـ strength of purchase بتتحسن. This means يعني it is all mechanics. أنا بقفل مربع القوة بتاعي. أيوة كله. أيوة بتقفل مربع والتحميل على قدام أكتر من ورا. بحيث أن محصلة الفورسز هتبقى زيرو. هنا هيبقى balanced fixation. هيبقى balanced fixation بس أنت you are mimicking normal anatomy. Yes. الأنتيري بيشيل 80 اللي ورا بيشيل 20. Yes. Yes. لو غيرت البالانس ده ممكن العين يشتكي من باك بين بعد العملية مع انك عامل لحام حلو قوي. Yes. هنيجي من الحاجات اللي برضو بنحب نعرفها الديفورميشن. الديفورميشن اللي هو تغيير شكل الامبلانت اللي احنا بنستخدمه وازاي بيتحرك معانا وبيعتمد على النوع الامبلانت اللي بيستخدم. لو انت جبت عمود ويو ابلاي فورس عليه, if you remove the force and العمود ده رجع لاصله ما حصلش deformation فيه. لكن لو وصلت للنقطة الزرقاء دي وكملت تاني في العمود هيحصل permanent changes في العمود. تيجي تشيل الفورس اللي عليه هتلاقي العمود فضل معوج. If you apply more forces هيحصل breaking. فلازم واحنا بنكونتور الرودز بتاعتنا ناخد بالنا من الحته دي. You don't over contour, ما تجيش على عمود وتخليه almost right angle وتقول لي ده حلو. لا. انت you create stress riser area, كل الفورسز هتتجمع عندها وهيتكسر very soon قبل ما البيولوجيك فيكسيشن اللي انت بتسعى اليه يكون حصل. الكلام ده بيتقال عليه حاجه اسمها modulus of elasticity, انه ما يتغيرش فده very elastic. وصل للنقطه الزرقاء وابتدى دخلت على الحمراء بقى بلاستيك بقى permanent deformation اللي هي اليلد بوينت. ده الماكسيمم سترينث في النص الكيرف زي ما احنا شايفين. هنا الفيلر بوينت زي ما انا قلت. اوكي. الحاجه الثانيه المهمه برضو انك تصلح الديفورمتي بانك تتني وتفرد تتني وتفرد تو ماتش يو ويكند الرد. لان الرد ديزايند ان يستحمل deformation حوالي الحاجات اللي هي التمبرري زي العمدان والكلام من ده او الشرايح ل 5 مليون سايكل وبعدين يحصل breakage. If you use these cycles في اثناء العمليه او عدد كبير منها اثناء العمليه بحيث you weaken the rod
الرد مش هيعيش معاك enough to get biologic fusion أو biologic fixation. فمينيمايز البندنج الكتير في الرد unless you have to correct segmentally deformity. وأنا أفضل بعد ما تكوركت الديفورمتي وتحط الرود الثاني على الناحيه الثانيه شيل الرود الاولاني وحط الرود جديد، ما استخدمش، ما اتناش، ما حصلوش فتيج منك عشان تضمن اللونجيفيتي بتاعته لحد ما الفيوجن تيكس بليس. المودولوس اوف الاستيستي ات ميجرز ذا ستيفنس، بيعتمد على الماتيريال نفسها وشكل الماتيريال نفسها، هل هي راوندد ولا هكس ولا سكوير، وويذر ات از لود شيرنج ولا لود بيرنج. وعشان كده الانترم دولار فيكسيشن احسن من الميد سايد فيكسيشن زي ما احنا في اللونج بونز. طيب المودلز اوف الاستيستي بتختلف من metal to metal أو من implant to implant. The best implant the modulus of elasticity بتاعته تبقى زي البون اللي احنا بنتعامل معاه. لو بصينا هنا كل ما modulus of elasticity يبقى واطي تبقى more brittle زي ceramics for example. السيراميكس ما تستحملش انك تتنيها ابدا، هتتكسر زي صباع التباشير مثلا، ما يتنيش معاك يقوم قاطم. عشان كده we don't use ceramics في اللود شيرنج او اللود بيرنج. يليها الكوبالت كروم، it is very resistant to bending وعشان كده استخداماته في السباين مع الديفورمتيز ابتدت تزيد مؤخرا. يليها الستينلس ستيل which is common واحنا عارفينه، التيتانيوم، الكربون فايبر بس له عيوب واحنا عارفينها كلنا، الفراكشنيشن بتاعه وبري كارسينوجينيك وكلام من ده مع انه اقرب للكورتيكال بون. يليها البوليمرز، بعد الكورتيكال بون البوليمرز زي الاسمنت والبيكس والحاجات دي، وبعدين اضعفهم الكنسلس بون. في برضو الفاظ لازم نبقى كلنا عارفينها، ييلد بوينت اللي هي النقطة اللي بيتغير فيها شكل الامبلانت مع الفورسز اللي اتحط عليه، الالتيميت سترينث ده الماكسيمم لود اللي بتحطه على الامبلانت من غير ما يحصل ديفورميشن او فيلير، الفيلير بوينت اللي هي النقطه اللي بيتكسر عندها او بيحصل فيها فتيج وتتكسر. الترمينولوجي ده لازم نبقى عارفينه لو بنتعامل بايوميكانكس او ميتالورجي او ديزاينز في الامبلانتس بتاعتنا. طيب ايه الماتيريال اوبشنز اللي عندنا؟ عندنا ميتالز وانواعها ستينلس ستيل، تيتانيوم، كوبالت كروم، الالوي ميموري امبلانتس. الستينلس ستيل وايدلي يوزد في الشرايح والمسامير اللي احنا بنستخدمها في الاولد امبلانتس اوف ذا سباين. ميزته انه سهل التشكيل، رخيص، عيبه الاساسي ان البريكنج بوينت بتاعته اعلى او ستيفر عن التيتانيوم. نمره اثنين it is not friendly with MRI. You cannot do an MRI لعيان مركب له مسامير في ظهره ستين ستيل. الشادو اللي بيجي من هذا الحديد او الستين ستيل though it is not magnetic، ودي غلطه كتيره بتقع فيها مراكز الاشعه، يقول لك ده مركب شريحه ما يعملش.
حتى لو ستين ستيل يقدر يعمل ام ار اي، لان ستين ستيل سبيشال ميديكال منه از نوت ماجنتيك، يعني لو جبت مغناطيس مش هينجذب ليه. عشان كده يو كان دو ان ام ار اي ايفن يو هاف ا توتال هيب او توتال ني. الفكر اللي بيتقال ان هيشد ويخلع المسامير من العيان ده از نوت ترو. التيتانيوم ومزاياه is lighter, less stiffer, MRI friendly, but expensive. الكوبالت كروم it is more stiffer, وعشان كده ساعات بيستخدم في الرودز ما يكسرش بسهولة, it maintains the correction اللي انت بتعمله. الميموري الوي انك بتستعملها في السكليوزز مينلي, يبقى تحط العمود في الشكل اللي انت عاوزه. وانس هيتد او وصل درجة حرارته لحرارة الجسم 37-38 it takes the original shape اللي اتصنع عليها, ف it corrects the deformity spontaneous من غير ما تحتاج انك تتني او تتصلح فيها. طيب الفروق بين التيتانيوم والستينلس, زي ما انا قلت التيتانيوم better MRI compatibility, higher biocompatibility, more expensive, more brittle than stainless steel, more flexible, lower stiffness. اوكي, لو وده جدول للمقارنه بين الاثنين في yield ومودولس اوف الاستيستي اخباره ايه والالونجيشن اللي ممكن يحصل. دخل في الاورثوبيدكس في السبنات, كوميرشال بيور تيتانيوم از داز نوت اكزيست في الميديسن, ات از ان الوي. وعندنا فور جريدز, جريد 1 و 4 يستخدم في السبانال امبلانتس, في الومنيوم وفي اذر وفانادييوم واذر الويز معاه او ميتالز ثانيه تديله السترينث, لان البيور تيتانيوم از فيري سوفت, ف يو كانوت ديبند ان كوركتنج فورمز لو انت بتستخدمه في السباين. دي الفرق الادفانس والديس ادفانتج. الكوبالت كروم بيستخدم في حالات المفاصل سيرفايكال ارتفيشال ديسك, لمبر ارتفيشال ديسك, الانتي كوروجن اكتر احسن من الستينلس ستيل. مكون من 70-75% كوبالت, 25-30% كروميوم. بيستخدم في الويت بيرنج ابلاينسز او امبلانتس. الادفانتج والديس ادفانتج, تشغيله صعب وعشان كده مينلي كاستنج. imaging مش حلو مع ال MRI. ال shape memory alloys زي ما احنا شايفين, انت بتحط المسامير بتاعتك العمود نفسه بيبقى معوج, بيبقى straight at room temperature, تتنيه تحطه في العيان وصل درجة 37 يبتدي ياخد ال shape ال straight التاني بتاعه. عيوبه it's very expensive. البيك خلصنا من الميتالز, هنخش على البوليمرز. البيك now is the best polymer to be used in spinal implants as well as artificial joints, بس غالي وعشان كده استخداماته في الهيب اقل بكتير من استخداماته في السباين. بيستخدم في السباين عشان نعمل بيه الكيجز, وساعات بيستخدم في عمل الرودز. الادفانتج بتاعته الايمجينج از اوكي وذ ام ار اي, از فيري سترونج افيلبل. المودلز اوف الاستيستي قريبه ما بين الكورتيكال وما بين الكانسلس بون, ف ات از فيري
logic to use it. It is permanent, does not create reaction, does not break down, easy to manufacture. العيوب بتاعته اساسا ال cost is very high. It is a permanent material that does not dissolve. في كلام بيحصل فيه wear and tear ولا لا، لكن لو بتستخدمه ك cage فما فيش عليه stresses غير ال vertical، ما فيش عليه friction، فبالتالي ال wear and tear مش موجود. Biomaterial implants المقصود بيها ال implants of carbon arc. أهم واحد اللي هو البون، اللي بنجيبه بون جرافت من العيان نفسه أو من الكادافرز والبون بانكس. التيتانيوم implants تبقى ميتال. البيوماتيريال يعني you can put it in the human being ما تعملش أي reaction. البوليمر بأنواعها المختلفة والكومبوزيت زي الكربون فايبر ثينج. سيرجيكال تكنيكس في السباين يا اما انتيرير يا اما بوستيرير يا اما كومباينيشن. والكومباينيشن ممكن تعمل لقدام بعدين لورا، او تعمل لورا بعدين تعمل لقدام، او قدام وورا قدام، او ورا قدام ورا. It's a combination of things depending on the case itself. لكن ال principles اللي تعلمناها في العظم، if you want to create lordosis يبقى هتشتغل تفتح وجه من قدام. عاوز to create lordosis من ورا هتقفل وجه من ورا. عاوز to create kyphosis من قدام you resect and compress. عاوز to create kyphosis من ورا you break and open a wedge and fix. Our combination of all these. معلش دقيقة واحدة يا جماعة. يا محمد هكلمك بعد ربع ساعة، اوكي؟ دي طريقة how to create lordosis، انك تعمل استياطمي هنا وتقفل هذه الاستياطمي من ورا بالبيديكال سكروز يو كرييت. هكلمك بعد ما اخلص المحاضره اللي معايا يا محمد. سلام. ده المنظر من اللاترال، شلنا ويدج من ورا بالبيديكال اللي هي البيديكال سبتراكشن تكنيك، and then we compress من ورا فقفلنا كانسيلس بون على كانسيلس بون، وهنا كورتيكال وكانسيلس بون من ورا you create lordosis زي حالات الانكلوزنج سبوندلايتس، بتعمل يا بيديكال سبتراكشن يا مالتيبل اوستيوتوميز بي اس او او اس بي او. اوكي، زي حاله زي دي مثلا عندنا loss of height. One body is lost by erosion or by tumor. If we fix this way, you create kyphosis at the junction, which is very bad. The patient will develop pain above and below. So the best way is either to go anterior, distract, jack open this area, put spacer, and fix anterior. And this we removed, we open anterior, we remove the tumor, jacket open, put cement with the strut rod, and then a fixator anterior. And all the job was done through an anterior approach. In this case, there is severe kyphotic deformity, almost 90 degrees. And a very short kyphotic area is not
Sherman disease, for example. And I usually call this area, we have a Y-shaped disc and the remnant posterior. This is a congenital thing. To correct, if you are going to correct everything through the posterior, this means that you have to shorten the spine. You have to resect this area and resect this and try to realign everything. By doing this, all this has to be removed. And you end up with the bone in contact with the other bone. The cord will be redundant. You may not be able to bring everything through the back. So the best way is to correct the deformity front and back. By doing the anterior release, resect part of the spine here, which is the apical part, to make sure that if you correct, nothing is going to impinge on the cord, and put a screw in this area, in this body, and another one in this body, and apply this traction. So you gain some length at this area through the anterior approach. And you free the cord through the anterior approach. Everything is clear in front of you, and you put graft there. The second step, complete the osteotomy through the back. Someone may say, why one screw above and one screw below? It's not strong. The idea is not strength. The idea is to maintain a height while completing the job through the back. And if you put two screws above and two screws below, you cannot rotate this body around screws, but you can rotate it around one screw. In this case, we managed to correct almost all the deformity through one approach, which is the anterior. But this case is different. This case has TB, old TB, and we can see an incision anterior before, a broken screw, and a severe deformity, almost 90 degree angular deformity. In this case, we went anterior, correct, remove all the obstacles in the front, one screw above, one screw below, we apply this traction, and through the posterior approach, we complete removal of the posterior elements of the removed sector through the front. So you can correct and close the wedge. And put two screws above and two screws below, and the job is done. This is before, and this is after. You restored a balanced spine. You correct the deformity, the ugliness, everything. Still, this is another case with the Y shape. Remember this Y shaped disc. Then you have to remove this. The key to correction is removal of this and part of this. Through the front, we did release and put some graft, and then we completed the posterior job. This is before surgery and this is after surgery. The same applies to the cervical spine. This guy, as we can see here, he has a forward flexion deformity of his spine. You can see osteophytosis anterior.
So if you can do the whole job through the anterior approach, well and good. If you can't, then you do part through the anterior, open the spaces between the cervical spine, remove the discs, put cages in front with graft, and then complete the correction if you need through the back. We manage by doing two or three discectomies and open the disc space and did some intervertebral distraction. We open it here, we open it there, as well as here. We created almost mild cervical lordosis. And this is the case after. Instead of looking downward, he's looking straight ahead. And there was no need to go through the posterior approach. Thank you very much. Thank you so much, Professor Talat Hadidi, for this very, very, very interesting talk. Thank you so much, sir. You're welcome. Dr. Al-Albi, سعادتك معنا؟ أنا معك يا باشا. Any comments سعادتك أو any questions سعادتك تحب تسألها يا فندم؟ دكتور طلعت الحديدي على كرمه من شاركنا في الكورس ده هو. وهو أخ عزيز وكريم جدا طبعا. وصديق عزيز. لا الصداقة تعود إلى أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات. طبعا. كبرنا بقى الحمد لله والشكر لله. لا. ربنا يديك الصحة يا دكتور. بص شباب طول عمرك. ربنا يطول عمرك يا بي. الله يخليك يا باشا. The talk actually by Professor طلعت الحديدي present added to what the Professor Ahmad have described in his presentation. And emphasized very important points and enlightened also the candidates for the materials given or used in the orthopedic spinal instrumentations and implants. طريقة جميلة جدا وسلسة. أنا عجبت بيها خالص يعني. Patients which you have presented are very nice presentations with very good skill. فأنا أشكرك شكر كبير جدا على هذا التفضل بالمشاركة معنا في هذا الكورس يا سعادة الباشا. أنا حبيت إن كل جراح عظم أو بيشتغل سباين جنرال سبيشال يعني يبقى عارف إيه الماتيريال اللي بيتعامل معاها وإيه حدودها وقدراتها. يعني أنا بقترح على كل نايب يشتغل شوية مع نجار مع حداد ومع ميكانيكي تمام عشان تمام. يعرف يمسك المفك إزاي يعرف على الصمولة إزاي من غير ما تفوت منه تمام إزاي يعمل الديكورتيكيشن تمام كل الحاجات دي مانوال تالنت مش هيكتسبها من الجراحة فقط طبعا ده كلام جميل ولازم جدا ولازم يبقى عارف زي ما بقول الماتيريال اللي استخدمها ايه وحدودها ايه تمام ما يقساش عليها ويتوقع منها انها تديله اكتر فتيك لا. يعني he induces fatigue by himself and at the end it will be resulted it will be failure of the implant يعني ممكن يقرط على الصمولة بتاعت المسمار يفوتها ما يفوتها طبعا الحقيقة الحكاية دي يا سعادة بيه ربنا اكرمك خير انا بشكر الدكتور طلعت وانا هو قال معلومه انا اول مره اعرفها ان ممكن العيان اللي عامل بليتس او توتال اب يدخله في الام ار اي ف يعني اريو شور دكتور طلعت على ضمانتك ممكن العيان ده نعمله ام ار اي كل بص حضرتك هات اي شريحه من اللي حضرتك بتستعملهم الاي او العادي بتاع زمان وهات مغناطيس وقربها منها لو انجذبت بقى ماجنتيك وبالتالي محرم عليها دخول قط الرنين مفيش ستينلس ستيل
ميديكال اللي هو 316 318 بتاعنا. تمام يا مي، ما ينجذب للمغناطيس، مفيش. تمام الكلام ده بس بيحصل في 314 او الاقل من كده. الاقل من كده اللي هو الصناعي مش الطبي، ممكن يحصل لان في الويز اخرى. زمان لان الاماونت اوف ايرون اللي فيها بتبقى عاليه، بتبقى عاليه الستين اماونت اوف ايرون بتبقى عاليه، وبالتالي بتبقى نون ماجنتيك. ف يعني انا كنت زمان بصنع حاجات زي ما انت عارف طبعا. فكنت بجيب حاجات خرده، ستينلس ستيل خرده من عند بتوع الخرده اللي في القللي. فعشان تعرف ان ده ستينلس ستيل ولا لا، كنت بجيب معايا مغناطيس اللي القطر ستينلس ستيل. لا القطر يبقى مش يبقى لا ويصدي حتى لو شكله بيلمع. هيصدي بعد كده، ويصدي بعد كده طبعا. النقطه اللي حضرتك اثرت ليها يا بيه، انا برضه بقولها لتلامذتي انهم they always look in their environment and try to learn by looking. Any information you gain will benefit you from the future by one way or another. يعني انا زمان لما كنت في بني سويف كان جنبينا واحد جزمجي، وكان جنبينا واحد بتاع دوكو، جنبينا واحد حداد، واحد سنكاري، الحاجات دي كلها كنت احب اروح اتفرج عليهم، واحد نجار. فاستفدت خبرات كبيره جدا من زي ما سعادتك قلت ان الواحد يشوف الناس دول بيعملوا الحاجات دي ازاي. فدي بالنسبه للاورثوبيديك سيرجن. الكاربنتري بالذات is very 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 important to learn it from a carpenter، لان ده الكاربنتر ده اللي بيسموه كابينت ميكر في انجلترا، يعني ده اعلى درجه من درجات اللي ايه النجار. لا حضرتك تشوف، حضرتك تشوفه بيقلب التشيزل ازاي، الازميل بتاعه عشان يطلع بالخشب لفوق، عاوز يغوط يقوم قلبه على الاتجاه الثاني عشان ينزل تحت في القطعيه بتاعته. تمام. حاجات احنا ما بنتعلمهاش. والماجي بيشتغل بالضفر ازاي وبيعمل ازاي، والخراط بتاع الخشب، كل دي تكنيكس موجوده في الطبيعه، ويقدر الناس العاديين يشوفوها وبيكتسبوا خبره، وبالتالي في المستقبل بتبقى accumulated knowledge، بتادي للنولج اكيومن بتاعت اي بيرسون يعني. لا صح، بحييك على هذا الكلام الحقيقه، ودي نقطه فلسفيه عظيمه جدا لتكوين شخصيه الجراح. يعني برضو من ضمن النقاط اللي نحب اوضحها واركز عليها بالنسبه لاي اورثوبيديك سيرجن، that he should learn the skills of vascular of microsurgery, should learn the skills of hand surgery and small tissues, how to handle the tissues gently. كل ده بتخليه جراح ماهر، وتخليه في المستقبل يقدر لما يتعرض لمواقف صعبة يقدر يتصرف. بعدين في نقطة برضو أحب أقولها بالنسبة للماتيريال، implantable materials especially البوليمرز والبوليإثيلين، الهاي دنسيتي لهم مشاكل كبيرة. الهاي دنسيتي بوليإثيلين الامبلانتابل غير البوليإثيلين العادي اللي عند الخراطين. صح. الكوميرشال بيتحط عليه حاجة اسمها بلاستيسايزر. البلاستيسايزرز دول كونتينينج كلورين اتومز، ودول بيساعدوا على عملية التشكيل بتاع الايه الامبلانت او بتشكيل الماتيريال نفسها اثناء ذا بروسيس اوف مانيفاكتشرنج يعني. دول توكسيك. ففي حالات الامبلانتبل ماتيريالز it is forbidden to put plasticizers in the polyethylene. Toxic to the human being. فدي نقطة مهمة. أنا مرة زمان اتحرق مني الوشر بتاعة الدكتور أشرف. أيوة يا باشا، صباح الفل. ماشي يا باشا، صباح الفل. هو احنا دلوقتي في عندنا أسئلة كتيرة قوي للدكتور طلعت.
كان في سؤال هو يعني ما معنى الميموري شيب ميموري الوي؟ لا هي الميموري كاركترز اوف ذا ماتيريال، ميموري الكاركترز اوف ذا ماتيريال، والفرق بينها ما بين التيتانيوم والستينلس ستيل، لان في حالات السكوليوزس يعني بعض الناس بريفير تو يوز ذا ستيل رودز rather than the titanium rods، لان التيتانيوم رودز مع البلاستيسيتي بتاعتها اقل كتير من الستيل رودز. مين عايز يرد على السؤال؟ دكتور طلعت الميموري كاركترز او ميمورايزنج كاركترز اوف ذا ماتيريالز. هو الالوي نفسه have the ability to recognize the original shape اللي اتعمل عليه. ايوه كويس، وبيجين هذه الكاركتر او الشيب الاصلي انت على حسب المانيفاكتشرر عاوزها على درجه حراره 38 ولا 37 ولا في الاندستري عاوزها في حاجه تانية. بما ان الهيومن بينج درجه حرارته النورمال 37 فانت اشتريت بحيث وانس يو امبلانت ان ذا بودي تقفل عليه واكواير البودي تمبرتشر ات ويل جين ذا اوريجينال ستريت ستراكشر بتاعه او الكيرفد ستراكشر بتاعه. يس يس ماتيريال اف اي وانت تو اد لو تسمح لي اتفضل. This material are usually called nitinol, اللي هو ال shape memory alloy. وهو ده اللي بيستخدم في ال stents بتاعة ال vascular surgery, coronaries والحاجات دي. They introduced through the catheter and it is in a spiral form. And as it is affected by the heat of the body and the blood, it will expand and will acquire the shape, the original shape which it is manufactured from, to widen the artery. ده okay. بالنسبة للشيب ميموري الله يزيلنا. في عندنا الأسئلة من الدكتور محمد عبد العال فور دكتور طلعت. Can we explain biomechanical background the adjacent segment disease? Mechanical background of the adjacent segment disease. هو في نقطة مهمة لاحظتها. لو انت عامل فيوجن لـ L3-4 for example. كويس؟ Theoretically اللي المفروض تبوظ 4-5. لأن اللود عليها زاد. ما تقسمش على 3-4 قبل ما يوصل لـ 4-5. لكن الملاحظ ان اللي بتبوظ عندك 2-3 الادجيسنت اللي اباف مش اللي بيلو. اوكي، وانا اعزوها لسيرجيكال راذر ذان ميكانيكال. If you destroy the capsule while preparing the hole for the top screw, if you destroy this the capsule or you injure the joint, you're bound to get failure in 5 or 10 years time. وعشان كده the best way is to go lateral to the facet joint and insert your screw. It's a far lateral insertion. You don't touch the set, remove the muscles from the capsule, nothing else. Expose the transverse process, expose the mammillary process, and this is your point of entry. It is far from the facet. And the far you are from the facet joint, the less you get adjacent segment disease.
Okay. Okay. So okay. I consider it iatrogenic rather than mechanical. لأن it does not make sense إن الليفل الأعلى هو اللي يبوظ، المفروض الليفل الأقل اللي تحت هو اللي هيبوظ باللودز الزيادة عليه. أوكي؟ أشرف دي في حاجة تانية ولا بننتقل للمحاضرة الثالثة؟ هو الحقيقة في بعد كده بعض أسئلة برضو بايوميكانكس أو بايوميكانكس وبايوماتيريالز، the difference between stiffness and toughness. ما فيش في الباي ميكانيك ستاف في ستيف. اوكي the stress driver is it ايوه يا باشا stiffness is indicated by the slope of the curve and toughness is indicated by the whole width of the stress strain curve. يعني is ال width بتاعه من تحت كله من اوله لاخره ده يديك التفنس اور سترينث اوف الماتيريال. اوكي هو ديفاين ذا تيرمينولوجي اوف ستريس رايزر از ات ا ميكانيكال تيرمينولوجي ات از ا ميكانيكال تيرمينولوجي يس ذا شيب ميموري الوي ريتيرنز تو اوريجينال شيب. What yes. What about the normal kyphotic and lordotic curves done by the surgeon to maintain natural curves? The memory shape alloys, they usually come in lordotic kyphotic shape. And you cut it according whether you need kyphosis. So you cut the kyphotic part of the rod. Or you need lordosis, you cut the lordotic part of the rod. And you put it in the deformed position and let heat straighten that curve and create the lordosis by itself. So they are manufactured in lordosis and kyphosis. They are not straight. Because if they are manufactured straight, they will be straight after putting them in the patient. And this is you don't want to happen. Yes, yes. طبعا بنشكر أستاذنا الدكتور طلعت. أستاذنا الدكتور طلعت one of the pioneers and the founders of spine surgery in Egypt. طبعا شرفت بأن أنا أشتغل مع حضرتك دكتور طلعت. وانا اعتز بوجودك معايا في اوقات كتيره يعني الحمد لله يعني ربنا يخليك دكتور طلعت بيه. ننتقل احنا عندنا الدكتور محمد الدكتور محمد خطاب السلام عليكم. I will share my screen. At the beginning I'd like to thank Professor Dr. Ashraf Ismail for his kind invitation. I'd like to thank Dr. Mohammed Al-Ashhab for his nice activities.